ازيكم؟ عاملين ايه؟ صون طيبين. النهارده معايا كابتن اسراء وكابتن محمود، هنتكلم عن البطن السفليه. طبعا كلنا طبعا بنبقى محتاجينها اصلا بسبب اللي هي بتبقى اكتر منطقه للبطن احنا محتاجين ان احنا ننزلها، فيها دهون كتير. هنشتغل النهارده اول حاجه عشر. اوكي كده النهارده احنا خلصنا البطن السفلي، عملنا لها كذا شكل. كل ديت بنعملها طبعا كتير وبنعد بالراحه وبناخد نفسنا كويس جدا. تمام، وكنت مبسوطه معاكم النهارده واشوفكم على حلقه تانية ان شاء الله.